أهلا بكم، حلقة جديدة من القاهرة من الآن وحتى قبيل منتصف الليل كالعادة كل يوم في متابعة لأبرز الأخبار والأحداث والفعاليات في اليوم، بالإضافة إلى فقرتين حواريتين توقف عندهم بشيء من التفصيل خلال الحلقة. النهاردة بالتأكيد هنتناول زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، لأنها زيارة في غاية الأهمية. الرئيس السيسي في زيارة رسمية لألمانيا لمدة 4 أيام، هي زيارة دولة، وده أعلى مستوى من الزيارات الرئاسية ما بين الدول في العلاقات الدولية. الزيارة لها شقين، شق ثنائي بمعنى أنه الرئيس هيكون له لقاءات ثنائية مع رئيس الجمهورية ومع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، هيكون في قمة معاها يوم الثلاثاء إن شاء الله، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية أخرى مع مسؤولين ورجال أعمال ورؤساء شركات ألمان. أيضا في شق ثاني للزيارة بيتعلق بمشاركة السيد الرئيس في مبادرة قمة العشرين للشراكة مع إفريقيا، دي ثاني مرة ليها، الأولى كان في 2017 وحضرها أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المرة أيضا تم توجيه الدعوة له لحضور هذه القمة. مصر يعني لها دور كبير في القارة الأفريقية، حوالي 12 دولة أفريقية حاضرين هذه الاجتماعات لبحث كيفية إيجاد نوع من الشراكة بين ألمانيا والقارة الأفريقية. ولما نتكلم عن شراكة ما بنتكلمش عن مساعدات، ألمانيا مش هتقدم مساعدات مادية مباشرة للدول الأفريقية، هي هتقدم دعم في مجال التنمية، يعني هيكون في استثمارات في أفريقيا. بالتأكيد ده يهم ألمانيا، لأنه يعني أحد القضايا الأساسية اللي بتهم ألمانيا ومرتبطة بالقارة الأفريقية هي مسألة الهجرة غير الشرعية، فبالتأكيد رفع مستوى الاقتصادي للدول له تأثير كبير على ألمانيا وعلى القارة الأوروبية كلها. ده هيكون محور فقرتنا الأولى إن شاء الله النهاردة في من القاهرة. موضوعنا الثاني الخبر، يمكن لو يعني في ناس سمعت عنه أو في ناس ما سمعتش، إنه شهر أكتوبر سجل 250 ألف مولود جديد. أهلا وسهلا بيهم، ربنا يبارك فيهم، ولكن يعني رقم يعني توقف عنده، ده شهر أكتوبر فقط. العام كله بنتكلم على حوالي 2.5 مليون مولود جديد، ده يعني رقم بيمثل تعداد سكان دولة تانية. ففي ظل يعني محاولة لدفع عجلة التنمية في مصر، الحقيقة بنلاقي أنه أي محاولة للتنمية بتلتهمها الزيادة السكانية. لابد أن يكون هنا وقفة، يعني هل هذه الزيادة أو هذا العدد بيمثل نعمة أم نقمة؟ يعني لابد أن يكون في سياسات مختلفة سواء للتعامل مع هذه الزيادة من حيث استثمارها والاستفادة منها الاستفادة القصوى، زي ما في دول تانية برضو عملت كده، وفي نفس الوقت يكون في مبادرات وإجراءات من قبل الدولة لرفع الوعي لدى المواطنين للحد من هذه الزيادة الكبيرة، وأن يكون كل يعني أسرة قادرة على تنظيم حالها بالقدر اللي يناسبها واللي يناسب ظروف الدولة. هنشوف من خلال الفقرة دي إيه الإجراءات اللي ممكن تتخذها الدولة في هذا السبيل، سواء لرفع الوعي لدى المواطنين أو للاستفادة القصوى من هذه الزيادة. طبعا زي ما قلت بعد قليل هنلتقي لإطلالة لأبرز الأخبار والفعاليات اللي حصلت النهاردة في القاهرة، انتظروا. أهلا بكم من جديد.
الرئيس السيسي بدأ النهاردة يعني فعاليات زيارته لألمانيا، بيعقد مساء اليوم عدة لقاءات، له لقاء مع رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، وأيضا بيعقد لقاء مع رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الألمانية. ده تصريح رسمي للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وزي ما قلت في الأول أنه هذا الموضوع هنتطرق إليه بالتفصيل في فقرتنا الحوارية الأولى النهاردة إن شاء الله بعد قليل. أيضا الرئيس السيسي من مقر إقامته أجرى اتصال تليفوني برئيس جنوب السودان سالفا كير، أكد خلاله دعم مصر لإحلال السلام في جنوب السودان في إطار الاتفاق المنشط للسلام بين الأطراف الجنوب السودانية واللي تم التوصل إليه. وأيضا أعرب عن مساندة مصر لمختلف الجهود اللي بتهدف لتحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية. أيضا أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان بما يسهم في تلبية طموحات شعبها نحو مستقبل أفضل. النهاردة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس اجتماع بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الصحة والجهود اللي بتبذلها في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ورفع مستوى المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية. رئيس الوزراء وجه بالاهتمام بتوفير العلاج اللازم لمن يثبت إصابتهم بفيروس سي والأمراض غير السارية بعد الكشف والمسح الطبي ومتابعة حالتهم حتى إتمام العلاج على أكمل وجه. طبعا ده جه بعد ما وزيرة الصحة عرضت تقرير بشأن الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا عارفين إنها بدأت من حوالي يعني أعتقد شهر في المرحلة الأولى وداخلين على المرحلة الثانية، هما ثلاث مراحل على لتغطية المحافظات كلها للكشف عن فيروسي والأمراض غير السارية. بنتكلم عن ضغط وسكر وأمراض سمنة. المرحلة الأولى في أكتوبر 2018 وبتنتهي المرحلة الثالثة في إبريل 2019. أشارت الوزيرة أنه نتائج المرحلة الأولى وصل إجمالي عدد المترددين إلى 6 مليون مواطن، ونوهت أنه يتم ربط جميع مراكز العلاج بمنظومة وقاعدة بيانات المسح بالتأكيد لأنه الأرقام مهمة وأن يكون عندنا داتا أو أرقام في هذا الشأن شيء مهم للوصول في النهاية يعني شكل ما للارتقاء بمستوى العلاج لفيروس سي اللي الحقيقة مصر قطعت فيه شوط طويل جدا ويعني مستوى عالي جدا في علاج فيروس سي. أيضا خبر تاني متعلق بوزارة الصحة ولكن هذه المرة بالأطفال وألبان الأطفال، لأن الوزارة أعلنت توفير علبة ألبان الأطفال المستوردة ب 50 جنيه بمنافذ وصيدليات المصرية لتجارة الأدوية. أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن ألبان الأطفال متوفرة بسعر التكلفة 50 جنيه للعلبة، بنتكلم على الألبان المستوردة شبيه لبن الأم، موجودة في منافذ صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وضبط أسعار كافة السلع الهامة والضرورية وتوفيرها للمواطن المصري. أشارت كمان وزيرة الصحة أنه الدولة لا تألو جهدة يعني في تأمين احتياطي استراتيجي من الألبان وتوفيرها بأنواعها المختلفة وبوحدات الرعاية الأساسية. طبعا لبن الأطفال من السلع المهمة جدا، لا يعني ما ينفعش ان هي تكون ناقصة ابدا في السوق، فيعني جهود مشكورة من قبل وزارة الصحة. يعني
مفروض انه وزاره الصحه الحقيقه في الفتره اللي فاتت دي كلها قامت بجهود كبيره في احنا شايفين مبادره فيروس سي، يعني قامت بمجهود كبير فيها. نتمنى ان المواطنين كمان يكون عندهم الوعي الكافي ان هم يشاركوا في انجاح هذه المبادره بمجرد التوجه بس للمنافذ المعلن عنها او من خلال الخط الساخن علشان نوصل لاقرب يعني عياده او مستشفى جنبنا بتكون بتقدم الخدمه دي للوصول الى يعني درجه نقضي بيها على فيروس سي ان شاء الله في الجمهوريه كلها. طب نروح برضو لخبر سلعه ثانيه استراتيجيه مهمه اتكلمنا عنها الفتره اللي فاتت كلها، البطاطس اللي ارتفع سعرها ارتفاع جنوني في الفتره اللي فاتت. تصريحات مهمه لوزير الزراعه بيدي مهله لاصحاب الثلاجات لضخ مخزون البطاطس بالاسواق حتى اول ديسمبر. الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واستصلاح الاراضي منح مهله حتى الاول من ديسمبر لاصحاب الثلاجات لضخ محصول البطاطس من اصناف الاستهلاك المحلي في الاسواق، وقال في تصريح له النهاردة أنه ده بيأتي في إطار سياسة الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين وعشان يحقق انفراجة في الأزمة الحالية وخفض أسعار محصول البطاطس في الأسواق المحلية. وقرر تشكيل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تحت إشراف الأجهزة الرقابية على مستوى الإدارات والمديريات بتعمل على تسهيل ضخ محصول البطاطس المخزن بالثلاجات في الأسواق بمعدل 5% بنسب تقريبية حتى انتهاء المهلة الممنوحة، مشددا على أن يتم إعطاء الأولوية للمنافذ الرسمية لبيع بسعر السوق السائد. وافترض أن احنا كنا من فترة عملنا يعني موضوع تاني عن الفقر، يعني فقرة عن موضوع البطاطس، واتقال انه اصلا خلال شهر الموضوع كله هيتحل بالمحصول الجديد، لكن حتى هذا الحين فده جهود وزارة الزراعة والحقيقة وزارة الداخلية والتموين معاها انه يتم الضغط على التجار اللي حاطين البطاطس في الثلاجات علشان يضخوها في السوق فتنزل السعر. ويقال ان سعرها نزل في سوق العبور النهارده مش عارفه الكام الحقيقه، وكان ب 14 وصلت باين تقريبا بيقولوا ل 6، ولكن نتمنى انه يعني نلقاها في جميع الاسواق باسعار في متناول الجميع. نروح لوزارة التربية والتعليم اللي لها تصريح، يعني أنا حابة طبعا أن احنا نعمل اتصال تليفوني عليه لأنه التصريح ده احنا سمعناه أكثر من مرة، عايزين نعرف مدى يعني الجدية هذه المرة في تنفيذه. تصريح متعلق بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية خلال شهرين. أكد السيد أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة وضعت خطة لإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى محافظات مصر خلال شهرين من بدء انطلاق حملة الإغلاقات اليوم. وقال أحمد صابر في تصريح خاص للصحافة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومديريات التعليم في المحافظات لبدء هذه الحملة، حملة الإغلاق على الفور، على أن تنتهي خلال شهرين. وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل مجموعات تقوية داخل المدارس للطلاب في القضاء تماما على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية. إحنا بنحاول نتواصل مع الأستاذ أحمد صابر المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم للتعليق على هذا الخبر ومدى الخطوات الجادة المتخذة هذه المرة لتنفيذ هذا القرار، وهل هو بيتخذ لوحده يعني هينفذ لوحده ولا هيكون فيه بالتوازي معاه أيضا متابعة المدارس اللي الطلبة ما بيحضروش فيها ولا المدرسين بيحضروا فيها، وبتكلم هنا على الشهادات الإعدادية أو الثانوية اللي هم بيكتفوا بدروس الخصوصية وما بيروحوش المدارس، هيكون فيه متابعة لهذه المدارس أيضا بالتوازي مع إغلاق مراكز الدروس الخصوصية. هنحاول نتواصل معاه لو أمكن الرد علينا. نروح لجنوب سيناء لتستعد لانطلاق منتدى الشباب خلال يعني أيام في أول نوفمبر، 3 نوفمبر هيبتدي المنتدى. في هذا الإطار تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من تجدير وتجميل وإضاءة وأعمال تطوير ميدان الصداقة بجوار أيقونة السلام ووضع الشاشات العملاقة اللي هتنقل فعاليات منتدى شباب العالم، كما تفقد أيضا أعمال تخطيط وتجميل الطرق بطريق السلام والطريق الأوسط. أيضا الميدان أمام مسجد الصحابة في إطار المتابعة المستمرة والدائمة لأعمال
أعمال التجميل وتخطيط الطرق. تفقد أيضا أعمال تراك مدمار الهجن والفروسية بشرم الشيخ بحضور ممثلي نوادي الهجن بالكويت والسعودية في إطار التعاون المثمر بين الدول العربية وبين مصر في هذا المجال. الخبر الأخير اللي عندنا النهاردة يمكن هو الخبر الأبرز في فعاليات اليوم المحلية في مصر، اللي هو متابعة قضية اقتحام السجون، واللي تأجلت النهاردة لجلسة 7 نوفمبر المقبل، واللي الحدث الأبرز فيها كان شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي اليوم. قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط الشرطة إبان 25 يناير 2011 بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر حرس الثوري الإيراني. اتأجلت لجلسة 7 نوفمبر، وأيضا مطلوب الاستماع لشهادة باقي الشهود الرئيس الأسبق حسني مبارك ومدير مكتب رئيس المخابرات الأسبق. طبعا الحدث النهاردة كنا بنتكلم عن شهادة حبيب العدلي اللي اتكلم عن مؤامرة يناير 2011، وأن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 يناير بتهدف لإسقاط نظام الحكم، وأن المعلومات كانت موجودة من 2004، كان في تخطيط وتنسيق بهدف إسقاط نظام الحكم في مصر، وأنه يعني الحقيقه يعني في هذا التصريح قال كلام كتير مهم. خلينا يعني ندخل نسال على طول عن فحوى هذه التصريحات. معنا دكتور سعيد الزونت مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه، دكتور سعد الزونت مدير مركز الدراسات الاستراتيجيه واخلاقيات الاتصال، اهلا بك يا فندم. اهلا، مساء الخير. مساء النور دكتور سعد. تابعت حضرتك النهارده جلسه المحاكمه؟ نعم، هي الجلسة الثانية الحقيقة اللي فيها الشهادة، الاستماع لشهادة اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق. نعم، الحقيقة هو أنا بعتقد أنا كمواطن ومتتبع لما حدث في مصر من 2011 للنهاردة إنها شهادة للتاريخ، بأن المؤامرة كانت كبيرة للغاية. المؤامرة كانت من دول وأجهزة، بعضها من المنطقة وبعضها من خارج المنطقة. إن الحقيقة إن وزارة الداخلية لم تكن على علم كامل بإن إنها مؤامرة إلى الحد اللي وصلت فيه وهدفها بإسقاط الدولة المصرية أو النظام. السيد حبيب العدلي الحقيقة تطرق بالتفصيل لما أقدم عليه، سواء كان التنظيم الإرهابي والتنسيق بينه وبين حركة حماس وحزب الله، والتوجيه اللي بدأ أو التخطيط اللي بدأ من 2004. والكلام ده الحقيقة احنا قلناها قبل كده، لكن ما كانش احنا كمواطنين أو كقادة رأي وكنا بنقول، لكن ما كانش حد مصدق الكلام ده، إن المؤامرة قديمة وتخطيطها بدأ الحقيقة مع كونداليزا رايس وحمد بن جاسم وأردوغان وهو رئيس وزراء تركيا، وتم الكلام ده الحقيقة في أنقرة من نهاية 2003 بداية 2004. لكن هم بحثوا عن أذرع لهم في المنطقة، وبالقطع كانت قطر، تركيا وبعض الدول الأخرى المجاورة، وكان لهم نهايات طرفية داخل أو بالقرب من مصر، وعلى الأخص التنظيم الإرهابي وحزب الله. وده بالفعل اللي حصل، وأنا بعتقد أن الشهادة دي شهادة للتاريخ، لكي يعي المصريين ان ما حدث لم يكن اطلاقا ثورة بقدر ما هي كانت مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية وعلى الشعب المصري. هو قال برضو جملة مهمة قوي يا فندم، قال انه لو كان يعلم انه هيكون فيها يعني مؤامرة اجنبية في بالذات في 28 يناير لامر باستخدام السلاح. ده اشارة الى انه لم يكن هناك امر باستخدام السلاح. يعني كيف ترى؟ اي بالفعل الحقيقة، والكلام ده قاله قبل كده، وقاله كمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأن كانت المتصور أن الشعب كان رافض النظام،
وفي الحقيقة كان في أسباب لرفض الشعب للنظام، لكن استغلت هذه النقطة في تحريك مصر بالكامل في الطريق الخاطئ. والرئيس مبارك الحقيقة يجب أن احنا نقول كلمة حق، أنه رفض استخدام السلاح، وكانت بتأيده في كده وزارة الداخلية على اعتبار أن دي إرادة شعب، وأن إن الانسحاب من المشهد أفضل بكثير من الصدام مع الشعب والضرب. لكن لو كان زي ما قال السيد الوزير حبيب العدل، أنه لو كان يدرك أو كل الأجهزة كان عندها اليقين بالتحرك من جانب دول وتنظيمات أخرى في المنطقة ووصلت في مصر وكانت بتتحرك، أعتقد أنه هو ما كان يتردد إطلاقا، لأن دي حالة عداء وعداء داخل الدولة. وأنا أنا شايف أن الحقيقة بالحي الرئيس الدائرة المستشار شيرين الحقيقة، لأن أعطى الفرصة كاملة لكل الأطراف للتعبير أو للدفاع. وهو الحال اللي بيقوله السيد حبيب العدلي ولا اللي هيقوله السيد حسني مبارك سواء قبل أو بعد، مش دفاع عن تاريخهم، لكن عن بلد. لأن أنت فاكرة إلهام أن اللي حصل أن للأسف كتير من الناس في مصر اعتبروا أن الشرطة رغم أنها ما ضربتش نار وما كانش عندها زي ما قال السيد حبيب العدلي، لكن كتير ناس من قادة الرأي للأسف، وأنا بعتقد أنهم جزء من نهايات الطرفية، اتهموا الشرطة بالجبن، اتهموا الشرطة بالقسوة، اتهموا الشرطة أنها تخلت عن مسؤولياتها. لكن النهاردة بنأكد مرة تانية، الشرطة عمرها ما خانت، وانسحاب الرئيس الأسبق مبارك من المشهد كان طواعية، لأنه خريج المدرسة العسكرية المصرية التي تضحي دائما. وأعتقد أن التزام الرئيس الأسبق مبارك بالانسحاب من المشهد حفاظا على الدماء وعدم تهور وزارة الداخلية إلى أقصى حد وضبط نفس الأقصى حد، لولا الاثنين القرارين الاثنين لكانت مصر دخلت في متاهة أكبر بكثير مما نتصور. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر دكتور سعد الزونت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال. بعد قليل أولى فقرتنا الحوارية زي ما قلنا في المقدمة عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهامة إلى ألمانيا، ثالث زيارة له وسادس قمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. قراءة تحليلية لهذه الزيارة مع الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية بعد قليل. مصر ترى في ألمانيا شريكا كبيرا ومهما في أوروبا يعمل معها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب. في المقابل يؤكد الجانب الألماني على أن مصر من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ويظهر ذلك جليا في التأييد الألماني للموقف المصري إزاء قضية الشرق الأوسط ودعوتها إلى حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس إقامة الدولتين. دخلت العلاقات المصرية الألمانية مرحلة جديدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين في يونيو من عام 2015، والتي حفلت بنشاط مكثف للرئيس استهله بجلسة مباحثات مع الرئيس الألماني الذي استقبله بمراسم رسمية، وتواصلت المباحثات بعقد جلستي مباحثات ثنائية ثم موسعة مع المستشارة أنجيلا ميركل. تمحورت بشكل أساسي حول تعميق العلاقات الثنائية خاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وتبلورت العلاقات أيضا في توقيع صفقة لتوريد محطات كهرباء بقيمة بلغت 8 مليارات يورو، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الشراكة الألمانية. وتعد الزيارات المتبادلة بين زعيمي البلدين أكبر دليل على قوة تلك العلاقات، فقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لألمانيا في 11 من يونيو من عام 2017 للمشاركة في القمة التي نظمت لمجموعة 20 للشراكة مع إفريقيا تحت شعار الاستثمار في مستقبل المشترك، والمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الألماني.
في مارس من عام 2017 قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة القاهرة لتضع لبنة جديدة في صرح العلاقات بين بلدين يتطلعان إلى ضخ المزيد من الدماء في علاقتهما، بما يستجيب لطموحات شعبي البلدين في شتى المجالات.